تكون فكرة التعليم الإلكتروني حل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب كحمل الكتب الثقيلة أو استخدام بعض الكتب المتهالكة وصعوبة التواصل مع المعلم في بعض الأوقات. ماذا يعني التعليم الإلكتروني؟ التعليم الإلكتروني هو عبارة عن علاقة تربط بين المدرسة وأولياء الأمور وإدارة المدرسة والمعلم والطالب، وهي عملية أصلاً تساعد وتسهل على المعلم الكثير من العملية التعليمية، بحيث أن المعلم ممكن أن ينزل على الموقع الإلكتروني الهومووركس الخطط، في حيث أن لو طالب غاب، طالب فقد درس أو راح عليه درس، ممكن أن يعوض هذا الدرس من خلال الدخول على هذا الموقع الإلكتروني ويأخذ الأشياء طبعاً اللي راحت عليه، وهي علاقة تواصل في النهاية وتساعد المدرس يعني كثيراً في العملية التعليمية. هل تريدين أن يطبق التعليم الإلكتروني في المدرسة؟ نعم. التعليم الإلكتروني يعني الاستغناء عن الكتاب والدفتر؟ لا، لأن قيمة الكتاب أعظم من الدفتر. هل تريدين أن يطبق التعليم الإلكتروني في المدرسة؟ نعم، لأنه يسهل على الطالب كيفية التعليم في المدرسة. المشكلة التي تحدث هي في الأجهزة، تعطل الأجهزة ربما يعطل برنامجاً تعليمياً كاملاً، أو مجرد أي خلل معين في برنامج معين يعطل التعلم. إضافة إلى ذلك أن نسبة غير قليلة من المعلمين ما زالت غير مؤهلة تماماً للتعامل مع هذه الأمور، يعني ربما لا أظلم المعلمين إذا قلت هنالك طلاب تفوقوا على المعلمين في مجال التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني استراتيجية طبقت في بعض المدارس وتسعى مدرسة أمنة بنت وهب لتطبيقها، وذلك لما لها من مميزات في توفير طرق جديدة وتوصيل المعلومات بسرعة ودقة عالية. لقد عرضنا لكم هذا التقرير من مدرسة أمنة بنت وهب، وكانت معكم الصحبيات الصغيرات هيا وفاء ووهاب من مدرسة أمنة بنت وهب.